وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير بتهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا. صحيح، وبهذا الوقت وقت الشتاء العناية بالبشرة نتيجة عوامل الطقس وغيرها من العوامل أكيد بتتأثر البشرة وبتتعبوا. هون بتبلش البحث عن الحلول، كيف ممكن نحن نعيد الرونق للبشرة، وفي تقنيات بتكون مثل تقشير الوجه، استخدام الليزر، الخلطات الطبيعية، و التقشير الكيميائي، كلها وصفات ما بنعرف قديش هي بتفيد البشرة أو ممكن يكون لها آثار معينة. أكيد فينا كمان نقول يمكن كثير منا بيتعرض من خلال المناخ أو الظروف لمشاكل ببشرته، والبشرة بحاجة لتجديد من وقت لآخر. في آثار للشباب، حب الشباب بتلاقيها مع علمة، ممكن عم نشوف بالآونة الأخيرة المسامات الواسعة مشكلة كمان عم يعانوا منها كل الصبايا. كيف فينا نحافظ على بشرتنا، على نضارتها، روتين العناية بالبشرة بشكل جميل؟ فينا نستفسر عن التقشير إذا كان صحيح بشكل سنوي أو بالبيت، خلطات طبيعية لكل الناس اللي مش قادرة تروح على مراكز التجميل. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا خبيرة التجميل غزل زحيلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم كل سنة وأنتم سالمين يا رب، سنة خير يا رب. هلا اكيد اهم شيء انه نعرف اول شيء احنا شو بدنا نستخدم لبشرتنا، شو بدنا نحط لبشرتنا، نعرف امتى بدنا نحط تقشير، امتى بنقدر نستخدم التقشير. هلا موسم كثير منيح للتقشير، خصوصا انه هلا الشمس مو حاميه، الشمس اشعتها بتكون خفيفه، ما بتعمل تصبغات، بنقدر انه نعمل تقشير ونطلع، لانه بنقدر نحط واقي شمسي يعني طبقه خفيفه لانه الشمس ما رح تاثر علينا. هلا خلينا نحكي عن كونك حكيت عن التقشير، بنسمع في شيء اسمه التقشير العميق او الكربوني، او مثل ما ذكرت نور من شوي التقشير اللي بيكون بالمنزل بمواد طبيعيه، شو الفرق بيناتهم وشو الحالات، يعني كل حاله شو التقشير المناسب لها؟ هلا اول شيء في عنا بالنسبه لمراكز التجميل، في عنا اول شيء تقشير بالديرما بين، هو تقشير الطبقه السطحيه، بيزيل الندب، بيزيل الكلف، بيزيل حب الاثار حب الشباب. هلا هاي صور من حالات الديرما بين. هون في عنا مسام واسعه بهذا الجهاز، نحن عندنا هذا الجهاز، بيجي هو اسمه ديرما بين، هو عباره عن مثل القلم، بيجي معه راس، بيجي لكل بشره نوع لراس، مثلا لتحت العين بنستخدم راس ناعم مشان يقدر يكون انه ما يأذي هون لانه الجلد بيكون رقيق كثير. للوش بنستخدم اعمق، يعني للخدود للهون بنستخدم اعمق لانه بيحتاج، لانه بيكون في عندنا مسام، بيكون في عندنا اثار حب شباب، بقى بنستخدم الراس الاعمق، وبتقدر الدكتوره حسب الحاله انه تعمق الدرجات بالماده. هيدا التقشير الليزري لا بالديرما بين، هذا بنستخدم معه ميزو حسب الحالات، ممكن للتصبغات بنستخدم وايتنج. ميزو بيعطي نضاره فينا نقول للبشره، غير النضاره ممكن يعالج المشاكل اللي عندنا. طيب خلينا نحكي اليوم، يمكن كل الصبايا والسيدات عم يتابعونا، مثل ما قلتي يمكن خلال حديثك دائما فصل الشتاء هو الانسب للعنايه بالبشره، للتقشير الليزري فينا نقول، او كمان التقشير الكيميائي بالاحماض الفواكه كثير مناسب لهالجو، لانه هو تقشير عميق، بقى بننصح فيه بهذا الجو لانه هلا وقته، لانه بالصيف هو بيعمل تصبغات اذا طلعنا على الشمس، ولازم كثير نعتني فيه انه مثلا انه ما لازم تطلع يومين ثلاثه برات البيت مشان الشمس. كل سنه يعني بكل شتويه فينا نقوم بعمليه تقشير؟ ايه هلا هلا بالديرما بين هو بيقشر الطبقه السطحيه، ممكن نعمله كل شهر كل شهرين حسب الصبيه ما بدها تعمل نضاره او حسب المشكله اللي عندها، بس هو بين الاربع والست جلسات اذا كان في مشاكل. حضرتك ذكرتي التقشير بالفواكه، بأحماض الفواكه. بالاحماض الفواكه كيف بيكون هذا؟ بيكون في عندنا تراكيز كيميائيه، احماض الفواكه بناخذها بتراكيز، ممكن تحط الدكتوره تركيز عالي، ممكن تحط تركيز قليل حسب الحاله اللي عندنا اياها، بس هذا بيفيد الاثار حب الشباب، المسام الواسعه، الكلف، النمش، كثير بيساعدنا بهذا الشيء لانه هو تقشير عميق. ممكن هي اللي ذكرتيهم من المشاكل الشائعه بشكل كثير كبير عند الصبايا والسيدات، اثار حب الشباب، اليوم المسامات الواسعه، وكمان المناخ بيلعب دور.
إذا قلنا يمكن التقشير يختلف، أنه الأفضل يعني فينا نقول أكثر سلامة ولا تختلف البشرة؟ حسب كل شخص يعني أنا مثلا ممكن عندي يكون مسام واسعة بقدر استخدم الأحماض، مثلا أنت بس بدك نضارة ممكن نستخدم الديرمابين. هو الديرمابين يعني وجعه أقل ألم من الحقن الميزو أو حقن البلازما، لأنه هو بينحط عليه بلازما وميزو بس أنه بيتمرق بالرأس، بقى بيكون أقل ألم. حكينا عن التقشير، خلينا نحكي عن فوائده أكثر. ممكن شو بيعمل بالبشرة أكثر من حيث مثلا ممكن يخفف تجاعيد، ممكن يساعد أكثر على امتصاص الكريمات؟ هلا التجاعيد، هلا يعني اي شيء اي تقشير بيكون ما رح يغنينا عن البوتوكس، بس بالنهايه بيزيل الاثار التجاعيد الخفيفه بالرقبه بالحوالي العين هون، بيزيلهم بشيء خفيف بس مو انه بشكل كبير مثل البوتوكس، لانه البوتوكس هو يعني بشل العضله تماما، اما هون بيزيل الخيط الناعم اللي بيكون التجاعيد الناعمه. خلايا الميتة فينا نقول، يعني فينا نقول بيقشر البشره الخلايا الميته او الطبقه السطحيه، بالطبقه السطحيه. هلا هو مو بعمق التقشير الاحماض واللف، وقت يكون في مثلا ليزر كربوني، وقت يكون في سي او 2، مو مثل عمقهم، بس هو انه بيوصل لعمق 2%. طب شو الاخطاء الشائعه اللي بتقع فيها السيدات اليوم؟ هلا الاخطاء الشائعه انه في ناس بتعمل خلطات بالبيت، في ناس بتتوجه يمكن لمراكز تجميل مش مضمونه، في ناس بتعمل مثلا تقشير كيماوي كمان، فأنه الأخطاء الشائعة اللي ممكن السيدة ما توقع فيها اليوم عم تتكرر بشكل كبير؟ أول شيء مثلا أنا وقت رح على مركز تجميل كثير لازم انتبه أنه مثلا وانت عامل أنا ديرمابين أنه يكون الراس هيك مغلف تماما ومعقم، وانه هذا يكون الراس الي يعني انا اعرف انه هذا الراس ما حدا بعدي حيستخدمه، او انا مالي مستخدمه انه راس تبع حدا، لانه اول شيء الديرمابين بيطلع دم، بقى اذا الدم انتقل من شخص لشخص بده يعني المشكله اللي عندك تنتقل للشخص الثاني. هي اول نقطه كثير لازم نهتم فيها. ثاني شغله انه مثلا انا عندي حب بارز، هذا الحب ما بيتقرب عليه، لانه الحبه بدها تتقرب عليها بدها تطلع الماده الدهنيه على الوش كله، بدها تصير كل الوش حب، يعني بدل ما نعالج المشكله زدنا المشكله. والخلطات انه انا مثلا اعرف انه انا وشي انه مثلا بتحسس من العسل، ما فيني احط على وشي عسل لانه حيصير عندي حساسيه، وراح يصير عندي بقى بدي ادويه حساسيه، يعني في انه كثير شغلات الصبايا بتعملها بدل ما تفيدها بتضرها. كلنا بنعرف هلا الاوضاع الاقتصاديه شويه صعبه، والسيدات عندهم دائما هذا الهاجس انه انا بدي اهتم ببشرتي، او لما تطلع على المرايه بتحس انه بشرتها تعبانه. خلينا نعطيهم وصفات اذا بدنا نقول بسيطه ممكن يطبقوها بالبيت. هلا وصفات يعني مثلا ممكن نستخدم، انا بحب الشاي الاخضر تحت العين، بيعطي رونق يعني بحسه وبيروح بخفف السواد وبخفف ال النمش لا يعني هيك بيكون انتفاخ، بيخفف الانتفاخات. كمان عندنا البابونج، كمان الوصفات القديمه عن جد احيانا تعطي نتائج. البابونج كمان بيعطي رونق للوش، واهم شيء انه مثلا لما نفتح المسام، كثير صبايا بتلاقيهم بيحطوا هيك راسهم بالبخار بيفتحوا المسام، انه اهم شيء انه نسكرها، لانه بنترك المسامات مفتوحه بقى بفوت غبره، بفوت يعني العوامل الجو كلياتها. اهم شيء مثلا انه نحط ثلجه بعد ما مثلا فتحنا المسامات، نحط ثلجه انه نسكر المسامات، نستخدم تنار لوشنا. يعني في اعتناءات يوميه. هلا في مثلا جهاز صغير بيجي اسمه ديرما رول، كمان فينا نمرقه بالليل قبل ما ننام على وشنا او الصبحيات، يعني الواحد انه بيقدر يعطيه. ايه تمام. طيب خلينا نحكي عن انواع البشرات. نحن في عندنا انواع للبشرات مختلفه، البشره الدهنيه، البشره الجافه، البشره المختلطه. كيفيه العنايه بكل بشره؟ لانه اليوم كل بشره او كل حاله هي العنايه فيها بتكون مختلفه، ودائما بشكل دائم كل خبراء التجميل بيقولوا لنا اهم شيء ترطيب البشره ليلا وصباحا، هي من اهم اسس العنايه بالبشره. هلا اكيد يعني نحن هلا بالشتاء كثير بننسى انه نشرب مي، اهم شيء انه نشرب مي، يعني حتى على انه احيانا انا بحط على الموبايل انه تذكير انه شرب المي، لانه كثير الانسان بينسى شرب المي بالشتاء بما انه ما في تعرق. كمان اهم شيء انه ما نستخدم شيء بيزيد يعني بشرتنا سوء، مثل ما حكينا انه مثلا ما نستخدم البخار ونتركه على وشنا وبعدين ما نسكر المسام، كمان هي كثير مهمه.
هلا مثلا البشره الدهنيه انه ما نزيد الافرازات الدهنيه تبع انه نستخدم شيء يزيد الافرازات الدهنيه. كمان كان بدي احكي على نقطه كثير مهمه، انه رحنا الصبايا اللي عنا انا شفت رفيقتي اخذت دواء، بروح انا باخذ هذا الدواء وهذا المقشر لانه شفته انه كثير منيح. مو كل الحالات نفس الشيء، لانه رحنا في عنا حالات انه بنعمل لها تحاليل لنشوف قد ايه نسبه الدهن بالبشره او شيء، لازم انه كثير ننتبه لهذا الموضوع لانه كثير بنات يعني بتوقع بهيك مشاكل. خلينا كمان نحكي اكثر عن في صبايا عندهم هوس بالعنايه بالبشره، بصير في اهتمام زائد اذا بدنا نقول، وعنايه زائده بتكون، او بيستخدموا كثير تقنيات او منتجات او طرق تقشير يمكن وراء بعضها اذا بدنا نقول، او اي اجراء تجميلي. قديش برايك هذا الشيء غلط، او شو الاجراءات اللي ما لازم نسويها وراء بعضها من حيث العنايه بالبشره برايك؟ ما حسب هلا كمان كل شخص انه شو عم يستخدم، بس يعني ممكن انه نكون عندنا روتين نحن، انه مثلا انا ما نام بميك اب اول شغله، يعني ضروري انه اغسل وشي بغسول مناسب لوشي حسب بشرتي. كمان انه انا اهتم ببشرتي انه استخدم تونر، استخدم مثلا في كثير صبايا بتستخدم ماء الورد، يعني كثير منيح بيعطي تغذيه ونعومه وترطيب للبشره. طب خلينا نحكي عن الاشياء اللي لازم نعملها قبل ما ننام، مثلا لكل صبيه عم تتابعنا، قلتي مثلا ماء الورد شيء متواجد بالبيت انه ممكن مثلا تمسح وشها بماء الورد. كثير بنشوف مثلا ناس بتعمل خلطات لبن تدهن وشها بلبن كمان او نشا، هلا كمان في ناس بتتحسس من اللبن كمان بتلاقي صار عندهم حب زياده. هلا ممكن احيانا في تفل القهوه كمان عم نشوفها كثير، بتلاقي انه بيعطي البشره هيك شويه مثل الدهن، يعني بتحسي انه هيك البشره ترطبت. هلا للبشره الدهنيه بتلاقي كثير انه صار عندها افرازات كثير لانه هو صار دهن وهي بشرتها دهنيه، يعني بتلاقي انه كثير صارت تفرز دهن. يعني كمان كثير بدنا نعرف انه بشرتنا هي شو حتى. طيب شو الاصح للبشره الدهنيه خلينا نقول، ولا للبشره المختلطه، لكل الناس اللي عم يتابعونا بعض هدول الخطوات فينا نقول لكل الصبية حابة تهتم ببشرتها اليوم؟ هلا انا مثلا بنصحكم انه اول شغله انه هلا بما انه مثلا شتاء، انه رحنا مثلا نعمل هلا تقشير ان كان بالديرمابين ولا تقشير الاحماض ولا كربوني ولا سي او 2، يعني حسب كل بشره شو محتاجه. ممكن نعمل انه اي شيء من هدول، لانه هلا اول شيء الشمس مو قويه كثير، ما رح يصير عندنا تصبغات، ما رح يصير عندنا اي شيء ياثر على بشرتنا، ونعرف انه نحن عم نعمل الطريقة الصح، يعني حسب كل مشكلة شو محتاجة. وكمان انه ما نطلع بلا واقي شمسي، كثير مهم انه نحط واقي شمسي كان صيف ولا شتاء، لانه يعني كثير بنات ما بتهتم بهذا الموضوع. وترطيب الدائم للوش. نعم، خلينا نحكي كونه كثير ذكرنا موضوع التقشير، يعني خطوات أساسية لازم نسويها بعد التقشير بمختلف أنواعه إذا بدنا نقول. هلا إذا عملنا تقشير لازم أول شيء نحط واقي شمسي مثل ما حكينا، وكمان بنحط لمدة يومين بانتينول وفوسيدات مشان البشرة ترجع تترمم، لأنه هلا صح نحن يعني قشرنا الطبقة السطحية، بس لازم إنه هاي الطبقة ترجع تترمم، بقى بنضل بنحط بانتينول لمدة أسبوع. طيب خلينا نحكي كمان العمر بيلعب دور، اليوم عم نشوف يمكن هوس التجميل والعناية بالبشرة عند أعمار كمان كتير صغيرة. العناية بالبشرة كمان تلعب دور من البداية، لما أنا أعتني فيها بعمر مبكر بحصد نتائج. اليوم بأي عمر فينا نقول أنه فينا نبلش كصبايا وسيدات؟ دائما بتلاقي لما يكون في سن المراهقة بلش حب الشباب، هون يمكن بدقنا قوس الخد عند الصبية بتقول لازم روح استشير طبيب الجلدية أو أعتني اليوم ببشرتي. لا ما في عمر محدد حسب كل صبيه وبشرتها، بس اهم شيء انه ما نتركها تراكميه، يعني مثلا ما انا بعد ما صار عندي عده مشاكل انه انا اجي اقول انه هلا انا لازم اشوف بشرتي، لا انه لازم انا من اول ما حسيت انه انا في شيء ما عندي رونق. هلا انا احنا كل فتره بنعمل انه شيء للنضاره، يعني اهم شيء يضل الواحد انه هيك بحس حاله فريش، يحس حاله انه وشه على طول في نضاره، يعني انه ما اترك انا المشاكل تتراكم، ما اترك مشكلتي السواد تحت العين تتراكم، ما اترك مشكله الاثار الحب الشباب تتراكم، ما اترك حب الشباب، يعني اعرف انه انا شو بدي اخذ، وما كل ما شفت حدا عم ياخذ شغله انه انا ارجع والله بستخدمها، شفت والله رفيقتي وشها صار خلص مثل المرايه انا رد برجع بستخدمها، لانه كثير غلط هذا الشيء نعمله، لانه انا غير بشرتك وانت غير بشرتي، وحتى الامراض اللي عندي غير اللي عندك.
هيك ما ابدا ما بصير نستخدم، خصوصا الحب اللي بياثر على الحمل او على التشوهات كثير مشكله انه هدول ناخذهم. موضوع النصائح عند الصبايا ما بنخلص، قد ما حاولنا نحن نوعي فيه بضلوا الصبايا بيسالوا او بيحبوا يعني من تجارب غيرهم ياخذوا. بدي اسالك بموضوع الشتاء، ركزنا كثير على انواع البشرات، بدنا نرجع على البشره الجافه يلي دائما بنحسها تعبانه او عم تقشر، كيف ممكن نحن نعتني فيها وخصوصا بهذا الطقس البارد؟ هلا اكثر شيء انه الصراحه هي المي يعني بتفيدهم كثير، انه شرب المي انه لو على القليله، انه انا احط انه كل دقيقتين اتذكر انه انا اشرب كاسه مي، حط قنينه المي جنبي اتذكر على طول، مرطبات على طول استخدم مرطبات، اعرف انا شو بشرتي، انا بشرتي جافه خلص انا بتجه انه مثلا استخدم هذا التقشير لانه هذا التقشير بفيدني. البشره الجافه في نوع من المرطبات يعني لازم مثلا نشوف خلاصه الصبار الاوليفيرا الى اخره، الأوليفيرا كثير منيح يعني للبشره لانه هو فيه نسبه كثير بتغذي البشره، بقى بترطبها بزياده يعني بصير عندهم شويه ترطيب لانه بتلاقي انه على طول بشرتهم عم تقشر، بقى بنستخدم لهم الأوليفيرا لانه يعني بتزيد الترطيب عندهم. طب خلينا نحكي يمكن لانه انت بتتعاملي مع الصبايا بشكل يومي، شو اكثر المشاكل الشائعه اليوم بتواجه الصبية بتيجي لعندك بتقول لك بشرتك عم تعاني منها بشكل دائم، خصوصا يمكن لانه نحن كمان عندنا المناخ مختلف، تلاقي مثلا الشتاء الصيف كثير حار فبيأثر على البشرة. هلا انا اكثر مشكله نحن بنعاني منها وبنشوفها انه الصبايا عم تاخذ من بعضها ادويه، يعني انا كثير بشوف انه صبايا انه استخدمت هذا الدواء واثر عليها بعدين، وخصوصا انه بيساوي تشوهات للجنين، يعني كثير غلط انه ناخذ هذا الدواء. وكمان مشكلة انه كثير الصبايا مثلا انه بيروحوا عند خبيرة التجميل شافوه انه رفيقة راحت لعندها كمان انه هي مثلا ممكن انا اقرب على حبة، هي الحبة ما بيصير يتقرب عليها لو شو ما كان الحب ما بيصير يتقرب عليه لانه حينعدى كل الوش، رح يصير كل الوش حب، رح تنتشر المشكلة اكثر ما نحن نخففها. كثير لازم ننتبه انه يعني انه انا اعرف شو المواد اللي عم تنحط لي، كثير لازم ننتبه انه انا اعرف انه انا شو بدها بشرتي، كثير لازم اعرف انه انا الدكتوره انه شو بدها تحط لي. ويعني انا كثير بنصح صبايا انه خليكم عند دكتوره، بايد دكتوره بتعرف كل بشره، بتعرف عمق اللي حتوصل له، بتعرف الشيء اللي حتستخدمه، ما نروح وين ما كان، ننتبه كثير لهذا الموضوع. وبالنهايه يعني انه هذا الوش يعني مرايه الجسم، يعني هو بالنهايه ما لازم نحط شو ما كان عليه. صحيح. مشكله كمان بيعانوا منها كثير صبايا هي الاماكن الداكنه بتكون بالوش، بيحاولوا تصبغات يعني التصبغات اللي بتكون او نتيجه العوامل الطقس او حتى المكياج، البشره بنلاقيها صارت باماكن معينه اغمق من اماكن، هون شو العلاج المناسب برايك؟ هلا حكي يعني هلا الديرما بين هو في بنحط له ميزو، هذا الميزو بيكون مخصص لكل شغله، يعني مثلا انا بدي للتصبغات بنحط ميزو وايتنج هو التبييض، يعني الوايتنج بيزيل التصبغات بيعالج الوش وبيعطينا نضاره كمان جلسة. لتحت العين هلا من الاربعه للسته حسب شده التصبغ. هلا تحت العين كمان بنستخدم وايتنج او اسمه اوت كونتورينج، هو بيعطينا شويه كونتورينج لتحت العين، كمان بتلاقي انه بيروح السواد وبيعطينا شويه هيك فوليوم خفيف، يعني هو مو الفوليوم الكبير مو الطبيعي بيكون طبيعي. وكمان مشان النضاره بنحط هون يعني مواد، يعني كل مشكله لها ماده خاصه، ويعني انا مشان هيك عم اقول انه لازم نحن نعرف اول شيء شو المشكله اللي عندنا مشان نستخدم الماده الصح. يمكن مثل ما قلتي هي اهم شيء استشاره دكتورة جلديه، لانه يمكن في بعض العادات الخاطئه او مثل ما قلتي ممكن مثلا انا اخذ من رفيقتي او اختي لانه بشرتي تختلف عن بشره الشخص الاخر. قديش مهم كمان مراجعه الدكتور، يعني انت قلتي بالبدايه حديثك انه انا لا خليها تعمل تحاليل لاعرف المشكله الاساسيه، لانه احيانا الخلل بالبشره ما بيكون مثلا من خلال العوامل الخارجيه، بيكون كمان في مشكله امراض داخليه عم تنتشر وتنعكس على بشره الصبيه. كثير مهم انه نعرف نحن شو عنا. هلا اول شيء انا يعني اي صبيه بتجي نحن بنوجهها فورا للطبيبه الجلديه المختصه،
انه رحنا فوتي عند الدكتور اعملي استشاره، شوفي شو لازمك، شو لازمه بشرتك، شو لازمه انه يكون المشكله الاساسيه عندك. مثلا عندنا حب الشباب بنعطيها الدواء مع التقشير المناسب لحب الشباب. عندنا المسام الواسعه، ممكن هون بعد انه ما يكون عندنا خلص طفح الحب نعمل ديرما بين، تقشير كربوني، سي او 2 حسب بقى المشكله اللي عندنا، بس ما فينا كل الحالات نعممها انه نفس الشيء. يعني نور معلومات كثير اخذناها اليوم بطرق العنايه بالبشره، لكن كانت النصيحه الذهبيه اللي كنت عم تركز عليها انه ما حدا ياخذ من تجربه غيره، دائما روحوا لعند الشخص. كثير بنشوف حالات صعبه الصراحه، يعني حرام. يعني انا كثير بزعل على الصبايا اللي بتكون اخذه من رفيقتها او من شيء حدا بتعرفه دواء او شغله، وبعد فتره بتاثر عليها يعني، وبعدين يعني احيانا في حالات ما بنقدر نساعدهم لانه بيكون خلص يعني مضى وقت. أكيد بدنا نشكرك خبيرة التجميل غزل زحيلي على وجودك معنا، حاولنا يمكن نستفسر على كل التفاصيل اللي بتهم كل الصبايا والسيدات، لأنه هذا موضوع بهم كل صبية هاجس العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها. شكرا كثير لك. سلام إيديكم كلكم زو.